الرواتب ليست بحقيقة، يعني من يقول الراتب 32، من يقول الراتب الحقيقي 12 و900، خلي يعلم كل العراقيين. يصفان ضريبة وما أعرف إيش، تروح من عنده اشتراك ما أعرف إيش، يصفان 10.5 ملايين. هذه 10 ملايين بالله 15 بالشهر أنا خلصانة، لأنه حقيقة، يعني أقول لك إياها حقيقة والله العظيم والله. ليش؟ لأن مو